النتيجة هاي اللي شايفينها. أنا اشتغلت فيها الغرفة شوي ما كتير، طبعاً زبطت هون ال displacement التأثير هاد. شو عملتهم بعدين؟ عملت plane، عبارة عن plane كسيتها displacement عادي، وقصيتها بالبوليان، قصيت اطرافها يعني أخذت شكل نفسه قصيتها. المدام أخذت وحدة بتتكرر معي على البقية. في هون ملاحظة بس على displacement، أنا كنت قايلكم عليها إنه هعمل هون plane، رح أخذ أمر ال displace، رح أخذ الخريطة نفسها اللي موجودة معنا هون، اللي هي راح تكون diffuse color copy، وبالماب راح اقول له paste. طبعا البلين بدنا نزيد segments فيها 50 مثلا، وبقول له displace هون زد لي شدي. لاحظ اعطاني التأثير. الفكرة هون مثلا اذا كانت البلين عندي مضغوطة مثلا، شايفين شلون النسبة تشوهت، نسبة displace. فانا ما بجي هون زيدها شوي مشان تبين معنا اكتر. طيب فانا ما بجي هون بالعناصر هدول، بصغر الديسبليس من هون تصغير، فدائما بعتمد على الضلع الاكبر مشان ما تتشوه. واذا بدي اياها اكبر بقدر اعمل تايلينج من هونيك. فهون مثلا رح اقول له 100 ب100، او اذا طلعت لسه بدي اكتر بقول له مثلا 150 ب150. تمام، هيك كسبت انه طالع عندي بكل البلين والنسبة شو بقيت نفسها، ما بصغيرها اكتر عنها. طيب بدي اياها اكتر، برجع لهونيك على التايلينج وبزيد التايلينج من هون، بدل 8 ب8 رح اقول له مثلا 12 ب12. فالحالة هلا بتتغير معنا هون، بتعطينا القياس الاصغر. هي ملاحظة واجهناها بالديسبليس من الدرس الماضي، بس مشان نحاول نصلحها يعني. هلا الاضافات اللي ضفتهم على المطبخ، طبعا بعد انه زبطنا هدول صلحنا هاي، ضفنا الفلتر، عملنا مسكات للخزن مثلا مع اضافات شوي، هاي ممكن تكون تقطيعات سيجمنتس عادية مع لاتيس هاي ما اكثر يعني. وكمان مثل ما كملنا بعدها الخطوات هاي، شفنا السويب كنا عاملينها هون، شوية اخراجات مثل الرفوف هون، هاي بتنعمل بسويب بروفايل بالواقع بكل بساطة مع الرفوف. وضفنا شوية بلوكات اللي هي من هاي. هلا بالواقع هيك مشروعنا نحن لما بدنا نجي نشتغل عليه، يعني أهم شيء فيه إنه ياخذ وقته بالإخراج. نشوفوا هيك لقطة، واللقطة الأساسية اللي شفناها من قبل، المهم يكون مشهد عبيان عندي هون، ما أحط طاولة والله فاضي أو خزن فاضيين. فهي بدها وقت، يعني هيك مشروع بده ياخذ وقت منيح بالشغل، ما إنه والله خلينا نقول ساعتين موديلينج، ساعتين إضاءة، يعني مستحيل بهيك شغل إنه نخلصه. فبس هاي ملاحظة إنه بدنا نطول فيه بموضوع المواد هاي، موضوع توزيع البلوكات. هلا البلوكات بده يكون عندكم مكتبه كبيره من البلوكات. انتم بالواقع لانكم لسه عم تعملوا مع الماكس بدون فيري، هاي النقطه شوي انه مشكله، لانه اغلب البلوكات تلاقوها مكسيه فيري، مجموعه الارك موديلز المشهوره، فاغلب المواد جاي معها مكسيه فيري، فهي نقطه ضعف يعني رح تكون. ممكن تجهزوا انه تصمموا انتم شيء منهم، او تاخذوا من برا المجموعات هاي وتكسوها. فهي بس ملاحظة انه المشهد لسه بده تبعت بلوكات كتير، وحتى نحصل نحنا صورة معينة. هون نحنا رح نضيف بس فكرة اضافية بموضوع الاكساء. بالنسبة للاكساء انتم لاقين صعبة بشيء قبل ما نكمل؟ يعني حاولتوا تكسوا مثلا، لقيتوا واجهتكم مشكلة او شيء؟ اول شيء بدنا نحكيه موضوع مثلا هون عندي خشب كتير، فما بيجي مثل ما حكينا بعطي شيء 10 نقشات خشب، كل ماده بعطيها نقشه، خصوصا اذا شغلات قريبه من بعضها. فمثل ما حكينا اخذنا نحن نقشه خشب، ولتكن هاي، رح الغي منها بس الاوباسيتي. تمام، النقشه نفسها هاي رح زدتها على نسخه ثانيه، وقول له بديفيوز كلر مثل ما بتذكر حكينا ضفنا فيها الار جي بي مالتيبلاي. رح اقول له keep all map as sub object، وبعطيه لون تاني اذا بدي غمق او فتح. ممكن غمق من هون او اعطيه لون مثلا مايل على بني اكتر. تمام، هيك انا حصلت مادتين، هي اغمق وافتح. هون لما بزعل انا بالمشهد شو رح يصير عندي؟ الخشب كله متناسق مع بعضه، ما رح الاقي هاي غير هاي غير هاي،
هاي نقطة مهمة. نفس الحكي للرخام، إذا أنا بدي أحط رخام هلا ممكن يكون عشتين قراب من بعض، أوكي ما في مشكلة، بس ما بحط كل وحدة من ديري، هاي كمان نقطة مهمة. إنه ناخذ صور ماشي شكرا. مين غايب اليوم؟ طيب نستعمل مواد قوية وصور قوية بالذات للفرش، إذا عندنا مخدات، إذا عندي لوحات بالمشهد، هاي كمان من الملاحظات المهمة. رح نضيف هون فكرة إضافية جديدة اليوم، إنه أنا مثلا الأرض عندي إياها هيك بهالشكل هذا، فأنا ما بدي إكسيها إكساء عادي ولا بلاط أو شيء، بدي أعمل بحرة مثلا بالنص، بحرة رخام، مع إنه نعمل إطار. هاد الشيء كيف رح يتم؟ طبعا رح يتم بالرسم بمساعدة الأوتوكاد، فرح نشغل الأوتوكاد ونحاول نشتغل بناء عليه. هلا الفكرة إنه أنا بدي آخذ هاي الصورة ارسم على اساسها، تمام. بعدين جواتها رح ارسم الكورنيش اللي بدي اياها وادخله عن طريق خامه بلند. حكينا عن البلند شيء، خامه البلند اللي هي انا ممكن ادخل خامتين مع بعض عن طريق الماتيريال وحسب الماسك انا ممكن اعمله. هلا من هون رح ناخذ نحن صوره رخام، رح اخذها من هون، عباره عن بيت ماب من المواد اللي اخذناهم. هون كان عنا صور ارك ماتيريالز، اخذ نقشتين مثلا، هاي واحدة وهي نقشة تانية، رخام ابيض واسود. طبعا بالنسبة للرخام اعدادات تبعيته معروفة صارت انيسوتروبيك، لمعة حادة، ممكن نعطيه التأثير هذا، يعني هيك شيء. حلوات كمان ممكن تستعملوها لقطع صامدة، على فكرة بتطلع حلوة، جرات صغار وهيك شيء. فالفكرة هلا انه انا بدي اخذ هذا المسقط على الاوتوكاد، اخذه نفس طبعا بنفس قياساته مشان يدخل معي، اذا بدي ارسم قياس البلاطة شيء معين يعني. فمن هون رح اخذ من تولز، في عنا شيء اسمه فيو بورت، جراب فيو بورت كريت ستيل ايمج، ورح اعطيه من هون جراب، تمام. يعني هون حولت انا المسقط هذا لشو؟ لصوره. طبعا ما رندرت، تعذبت، اخذ معي وقت، انا ما بهمنا منه غير الخطوط. سيف از، رح نرجع نحطهم ب، رح احطهم بالدي معلي، رح سميه توب وجي بي جي سيف. اوكي فبقيان بس انه انا روح الدي ناخذ الصوره اللي هي التوب، فكبس مع سحب زتناها بالمشهد اللي عندنا اياه، الصورة صارت موجودة معي هون. ننتقل إلى باخذ scale reference R enter، وطبعا حسب الطول اللي نحن أخذينه، هون ممكن أخذين الطول كله 720، رح نفرض 720، أنت بتشوف الطول على أساسه، وبكفي هون أرسم أنا الشيء اللي بدي إياه. يعني مثلا عندي الإطار هذا بدي أمشي عليه كورنيشة الرخام اللي عندنا إياها، ف ناخده من هون. طبعا الرسم المفروض يكون دقيق اكتر، بس انا مشان الوقت وطبعا بعدين بدنا نعبيهم بالهاتش. هاي الشكل صار عندي، تمام. اوفست مثلا بدي اطار 20 سنت كثير، 20 كأنه أوفسيت 10، أوفسيت حاخذ 10 في 10، صار معي هون الكورنيشي. طبعا الموضوع بده يكون مدروس بدقة أكبر من هيك، تمام. هي صار عندي الكورنيشي، بقدر هون أقطع بلاط مثلا، رح أقول له هاتش سيلكت أوبجيكتس، أخذنا هاي، رح أقول له هون مثلا بالأيزو تقطيعة مربعة، طبعا ما بهالقياس هذا، رح أقول له سكيل حوالي 50 60 حسب القياس اللي بدنا نستعمله 110. اوكي فهيك طلعت معي التقطيعات هاي. طيب هون رح اخذ هلا الهاتش ورح اقول له اد، طبعا هون رح ناخذ السوليد بالفراغ هاد،
تمام. وشو رح نعمل هون؟ الإطار البراني كله بدنا إياه كمان. فهلا بينت معي الحدود وبينت معي وين بدنا نضيفه. طب لو كان عندي بحرة هون شو بصير؟ وعندي هذا خرفة أوتوكاد مثلا، بكفي بس ندخلها وشو نعمل؟ نسوي ده نهشرة بكل بساطة، بتنحط معي بالنص وعن طريق خامة البلين بتشتغل معنا بكل دقة. رح ناخذ هون، رح اعمل له كنترول بي وصدره لجي بي جي. من هون رح اخذ دي دبليو جي 2 بي دي اف بيقبل او ببلش تو جي بي جي هاي ريزوليوشن وات ديسبلاي ويندو. ناخذ العرض هاد تمام، نسيفها بالدي محل ما اشتغلنا. مفروض هلا نلاقيها بالدي جاهزه تمام. هاي بكفي هلا ناخذها كخريطه بلند تتوزع معي الخام الابيض والاسود. هاي ماتيريال خام جديده. من هون رح ناخذ ماتيريالز بلند ديسكارد اوكي. طبعا الماسك رح اخده اللي هو البت ماب واللي هي الصورة هي دي دروينج واحد سميناها. نرجع اول خامي انستانس، ثاني خامي انستانس. فمباشرة بلاحظ اذا قلنا له على البوكس صارت معي النتيجة بهالشكل هذا. كان مفروض يكون معنا جوا، خلونا نكسب فيها بتطلع معنا اوضح. هي الارضية طيب، نحدد الارضية اللي عنا اللي هي هاي وهاي تمام. ابلاي، رح اقول له ارجيني الماسك. طيب ورح اقول له هون على اليو في دبليو طبق اياها تقريبا على هالاساس هذا. معلش في عنا هون يمكن اذا هو اخذ الصورة كلها بدنا نضطر نعمل له بالفيو ايميج، بدنا نضطر نعمل له كروب على حدود الصورة يعني على بس اطار عرض البلان اللي احنا راسمينه. طبعا بناخذه على الضبط وبعدين بنقول له ابلاي عشان بس تنقص معنا تمام. هلا بهيك حالة اذا عملنا ريندر كونتينيو، يا سلام كسر كلها نظبطها، تطلع معنا بالضبط حسب الاطار اللي بدنا اياه. المفروض يكون مدروس طبعا الموضوع بدقه اكثر، بس هلا منشان الوقت انا عم كمل بهالشكل هذا. طبعا هلا الحلو هون بالموضوع انه ليش مثلا ما قلت لك انه كان ممكن ناخذ صوره هيك. اول شيء انا قطعت هون على كيفي، ثاني شيء مثلا هلا ارخام الابيض اللي عندنا اياه هون مثلا قياسه طلع معي كثير كبير، فبكل بساطه بدخل على الخام الابيض اللي عندي اياه، دخلت على الاسود، هي الرخام الابيض، بقول له هون شو بدنا التايلينج مثلا 5x5 تمام. فهلا رح يرجع مكان وجوده هونيك، رح يطلع معي بهالشكل هذا. هلا البامب هون ما رح يبقى لحاله، بده يضيف الفراغ بيناتهم. انت بدك البامب تحطه على بده يكون للرخام. بدك تحطها كيف؟ اي بس هون بده ينضاف بامب على وحده منهم ما عاد تنتين، بدها تطلع بقلبها ما رح يمشي هذا. بس هو البلاند بس تركيب خامتين. طب انا بلند وخامه بامب. اي بدك تطبق بلند بقلب بلند. بده يكون هيك شيء يعني. انا ممكن بدك تجرب فيها، انا ماني مجرب الصراحه انه تطبق بمب مع البلند. هو يمكن بحطوها ب خامي تاني، ممكن عن طريق ديسبليس تقدر تحصلها، ممكن بدك تجرب على كل بيناتهم. طيب فهي الفكره بس توزيع الخامات وهالامور هاي. كان لو كان عندنا بحره حطيناها بالنص كمان رح يطلع معنا الموضوع اوضح. اهم شيء فيها انه انا هون بقدر اتحكم بالنقشه ضمن الخط هذا، القياس تبعه والتكبير والتصغير.
فهيك الغرفة تقريبا يعني حل كنترول اي ما لانه ما لنا كاسين نحن في ماتيريال نكسر بمادة تانية لمحيط الغرفة هي ريندر كونتينيو مادة كاسين فيها كل شيء فبطلع معنا المادة بهالشكل هذا يعني هي التوزيع العام للشغل هيك بده يكون بهالاسلوب هذا بالنسبه لاكساءات الخشبيه شيء مثلا هون اكساءات هون هون عندنا مثلا قضبان كروم المشاهد هاي يعني ما بظن لسه عندنا مشكله كثر خامات كروم تطلع حلوه خامات الانعكاس فمثلا عندنا هون الاطار هذا عملوه كروم اللي هو الانعكاس عادي خامي سودي مع ريتريس تمام بدون طبعا شفافيه تعطينا هالانعكاس هذا بس يكون خفيف ما يكون قاسي اخر خطوه بيان بالموديلنج انا رح توزع او تجهيزه للاضاءه خلونا نقول هو انه رح احول هدول لبولي وارجع اخذ البلور شو بدنا نعمل له ديتاتش رح افصله عنه وسميه جلاس اول عنصر عنا اياه العنصر الثاني اللي عنا اياه هو هون convert to poly رح اخذ الاليمنت اللي هو هذا العنصر تمام ورح اقول له ديتاتش مثلا جلاس 2 فهنا لما انا بدي اعمل الاضاءات صار موضوع الاكسكلود بسيط في شيء اي والباب كمان بلور وانا مستحكي على فكرة ما كنت كان ممكن اخذها كايديت بولي افضل انه يتحول كله مشان ما اخسر الباب هنا ديتاتش جلاس 03 اوكي لازم نفرقهم كنا قبل طيب فهي الشغل العام للغرفة بهالاسلوب هذا هلا اللي بيوصل لهيك مرحلة موديلينج بيبقى الامور اللي بعدها شغلة وقت يعني بس قد ما المشروع اكل معكم وقت بيطلع النتيجه حلو بس ما دام الموديلنج اساسه هيك التفاصيل هاي الصغيره تشامفر هون الريفيل بروفايل الخزن هاي يعني هاي هي اللي بتاخذ وقت معنا كشغل وكعناصر بشكل عام في اليو في دبليو لجزء من العنصر كمان بدها تلبككم شوي فبس انتبهوا له مثلا انا عندي هون كله كامل فلما بدي اجي اكسي عندي الطبقه الفوقانيه رخام على الفرونت اخذنا رخام تمام من الماتيريال رح اعطيها خامة رخام اخذوا الاسود وهون خلصت منها شو بدي اعطيه بعدها يو في دبليو ما نعطيه بوكس شو معين الصورة جزمو كبرنا وصغرنا زبطنا قياس رخام خلصنا ما تنسوا كولابس تو يس هي خلصنا اول قسم منها طيب بدي احدد بقيه العنصر هلا هو محدد لي هدول كنترول اي حدد لي القسم الثاني منهم اللي هو رح يكون مثلا عندنا يا الخشب فمن ماتيريال رح ناخذ الخشب كسينا الجسم بنقول له معاينه هي الخشب ظهر معنا فبرد بروح بقول له هون يو في دبليو ماب بوكس وبنعطيه بهالابعاد هاي مثلا 200 ب 200 ب 200 ماشي فهون رح يكسي لي الخشب بهال الشكل هذا شوفوا على اليمين اظهر بيطلع معنا شايفين الشيء اذا بلاقينا صريح طبعا بدنا نتحكم بالقياس كمان ملاحظه ثانيه انا يعني لما بدي اجي اعمل ما كل يو في دبليو بعمله يو في دبليو لحالي اما بدي احفظ قياسات اثبت انا على ال 200 اثبت على ال 100 عشان اخذ كله نفس الشيء اما زر اليمين مثلا كوبي تمام هون خلصت عملت له كوبي برجع باخذ مثلا البابات نرجع البابات ماتيريال كسيناهم فندخل هون بزر اليمين بنعطيه زر اليمين بيست او بيست انستانس بحيث انه اذا عدلت على اليو في دبليو لوحده تعدل على الكل فهون اليو في دبليو مباشره شو اخذوا نفس هذا يعني بحيث انا نقشه الخشب تتوحد معي ما اشوف هون العروق اكبر من هون مثلا هاي من الملاحظات المهمه كمان توزيع الباقي حاسين في شيء مشكله في صعوبه كتوزيع عناصر او اكساءات
الأرضية حكينا عنها يعني إكساء الأرضية هي أصعب شيء. كان حلو بالصورة ها نشوفها حلو فيها حيط الحجر المحطوط على نقرب أي على العمود يعني هي كمان استعمالها كان كتير حلو كلون وكهي. ما حكينا عن موضوع الدهان. الدهان أنا لما بدي أجي أعمله ما بجي بحط مثلا مثل هيك دهان صافي هو بالأصل كمان حكيت عنها من قبل بس بذكر فيها إنه يعني ما بعطي خلص بس لون وخلص يعني إنه أعطينا لون مثلا هيك شيء ما خلصنا بعطي شوية لمعة بسيطة كتير أحيانا بعطوه انعكاس بسيط كتير كتير يعني دوب خمسي بحس إنه إذا حاطط جسم جنبه يبين إنه في انعكاس معين. الشغلة الثانية بضيف له بامب من المابس ولو إنه خفيف كمان بامب رح آخذ مثلا يا مثلا لار يا أما نويز ممكن آخذ الدنت حسب إنه إيش اللي بدنا إياه رح آخذ هون شو اسمه الستوكو بس رح آخذه بالعكس ناقص 20 وشايفين النتيجة بدخل هون وبصغر السايز كتير حلو 1 أو 5 شايفين النقشة كمان هاي بدنا ننتبه لها. طيب اخذتها هون ما خلصت بقول له عاين لي اياها وبكسى فيها الجسم اللي بدي اكسيه اللي هي الغرفة رح تكون عنا كنترول زد الارضية هون انكست معنا معلش اوبت كيو فخلصت منها بنتقل على اليو في دبليو كولابس تو يس ناخذ بقيه العناصر اللي عنا اياها هون هذول من ماتيريال رح نزت عليه هاي المادي فبلاحظ العين الاستوكو شايفين شو طالع قياس كبير نفس الحكي نضيف يو في دبليو ماب هون رح اقول له اعمل لي اياه بوكس مثلا هي بوكس مثلا 100 ب100 ب100 فهيك بقرب لحتى اشوف قياسها اذا تمام او بدي اصغر او اكبر. طبعا انا هون شلون عاينته دخلت لقلب المادي لقلب البامب وقلت له شو عاين لها الصورة فهيك عاين صورة البامب بينما بالوضع الطبيعي هو بياخذ صورة الديفيوز كلر. نشوفها على الريندر اذا طالعة كان بدها شوية تصغير ونرجع من هون هيك جزمه وبدأ تخفيف البامب معلش حاسس شكلتون حنن ب خفف قيمة البامب شوي ناقص 5 مثلا ما تبينت بطريقة ما ناقص 20 مشان تظهر كتير ما يرندر يعني فبدنا نفحص القياس لإله نضيف له ممكن نضيف احنا بضيفه نويز يعني الهات ما يكون كله لون واحد انه بيطلع ممل فاحنا بضيفه بالديفيوز كلر عبارة عن خريطة النويز تمام وبيعطون الوان كتير قريبة لبعضها يعني مثلا اخذ هون لون سكري وهيك شيء فرح انسخه نفسه هون كوبي وقول له شو غمق لي شوي او ميل لها للاحمر شوي. هلا اذا مبين عليكم هون شايفين شلون اعطانا تباين هاي كمان ممكن نكسر فيه جزء من الجسم تمام هي ملاحظات الاكساء ببالنا موضوع الاضاءة بناخذهم بعد ما ناخذ استراحة. في اي شيء بالنسبة للاكساء بس ابدا واضح يعني اذا اخذته هيك مشروع تقدروا تكملوا اكساء عليه مراحل هاي ولا في صعوبة شو يا جماعة التجريب طيب جربوا اكساء الكتب انا والله بصراحة شفته بس يعني هلا انا بقدر اكسى بس معقد شوي بالنسبة لكم رح اخذه من هون كونفيرت بولي عشان هيك قلت لكم انه اسلوب انه نكسر كل سطح لحال اسهل رح اقول له هون انست اكسترود لانه بدك معه برنامج يعني بدك فوتوشوب تطبق عليه اما هلا هون في عنا امر اسمه والمشكله هذا الامر اللي هو الانرابي وفي دبليو كثير طوروه بالنسخ الجديده فصار معقد هذا امر اسمه انرابي وفي دبليو امر كثير معقد بيستعملوا لاكساء الشخصيات والاسطح هاي
قولوا له اوبن وفي اديتور هون محددين احنا اسطح بقول له حدد لي كل شيء في عنا شيء اسمه نورمال مابينج للفلاتن يعني بتعرف عليه بس ما اظن تستعملوه هلا شوفوا هذا السطح هو هذا تمام وفي عنا هون هذا السطح هو هذا وهذا السطح هو هذا ف يعني هن بياخذوهم والطراف الثلاثي موجوده معنا هون هي طراف البوكس الثلاثي هن بالواقع هاي بياخذوها وبيطبقوا عليها الصور على الفوتوشوب يعني هاي نفسها ممكن نعملها برنت سكرين هلا او يمكن في تصدير من هون فايل من تولز يمكن ريندر في دبليو تمبلت فبصدر لك اياها هي كصوره مع التقطيعات فهنا على الفوتوشوب بينزل صوره الكتاب هون بعدين بيرجعوا بكبسوها مجرد كبسه واحده بتنزل على الكل وبيستعملوها هني للتصميم الشخصيات يعني تنفرد مع الشخصيه كلها وبيضيفوا لها بالضبط هون مكان العيون ومكان الشعر والامور هاي بس انت يعني بصراحه معقد اذا كنت تدخلوا له صور ايه بالضبط مثل ما قلت لكم كل جهه لحال اسهلكم يعني وبالنهايه هي بترجع نتيجه وحده رح ناخذ هون مثلا هاي الجهه اكسا وهي الجهه اكسا كنا عم نكسر كل شيء في لحال واذا الخلفيه عندكم او الصوره مفروض يفرد يعني كلها شقفه وحده فبتستعمل الكروب بالضبط عن طريق الكروب تقص شقفه هاي وبتكسيها يعني اسهل من هالاكساء هذا بدي اشوف يمكن كان في مقابس بتساعد على الاكساء الكتب بالذات يعني ممكن نحن عند الصفحات ناخذ مكان الصفحات للماتيريال يعني ما بدنا تكون كلها صور قصدي فرح اخذ هون في دبليو ماب رح ناخذ جريدينت رامب مثلا عبارة عن لونين وبدال ما اقول له هاي بقول له سوليد صار تباين رمادي واسود بقول له التايلينج مثلا كرر لي اياهم كثير بقول له 10 شفت الخطوط طلعت معنا فمن هون ممكن نكسي فيها الجسم بقول له عين لي اياهم تمام على اليو في دبليو هلا بتظبط هنا او ممكن هون اقول له روتيت يو في دبليو ماب بوكس جزمو طبعا رح احط قياسات بوكس 50 50 50 انكل سناب تمام 90 ضغطها كتير فهيك شيء يعني بتعطينا تأثير انه عنا صفحات كتاب ممكن لسه لو درجوها جريديانت عادية بتطلع اضبط هي اساليب يعني من الامور اللي بيستعملوها في شيء يا جماعة هلا لقيتوا المشروع صعب ولا يعني هيك مشروع احنا كتفاصيل بصراحة يعني اشتغلنا مشروع ما سهل يعني يعتبر كمستوى متوسط انه البابي يعني ما والله اخذنا بابي وكبسة في البروفايل خلاص شفنا اخذنا فيه تفاصيل اكتر ان شاء الله على تجربة الامور اسهل بكتير يعني من الشيء اللي عم تشوفوه انا لانه عم توسع كتير بالشرح بينما انتم لما كنتوا تكسروا يمكن ما تستعملوا امر او امرين من الشيء اللي استعملته تمام لهون